سلامه كله كان هو الثابت وكان اللي بيتغير عليه البنات، وكان كل حلقه كل حكايه ثلاث حلقات. الفورمات بتاع الجزء الثاني ان هو كل حكايه خمس حلقات، وكل حكايه بيعملوها ابطال تانيين، مفيش حد ثابت، كل حكايه حصل الحكايه بيعملوها ابطال. زي ما تكلموني قالوا لي ان يعني هو حتى الفورمات بتاعه فورمات ان هو كان قايم على ان البنت او هو نسائي او مشاكل الستات، وكلموني قوي لا عندنا حلقه كانت هتتعمل في الجزء الاول وبطلها ولد وبتاع وعايزينك تعملها، يلا بينا يا جماعه انا اقراها. قريتها عجبتني جدا جدا حقيقه، يعني عجبتني فعلا، ولقيت انها مكتوبه بشكل تحفه وعجبني كل حاجه فيها. يعني فعلا كنت نفسي انزل اصورها اول ما اتعملت. اسمها احمد يا عمر، انا طالع اسمي عمر وابني اسمه احمد، وهي حكايه الزوج والزوجه والعشيقه، اللي هي فكرة ان انا الزوج والزوجة بسمة.